هناك بعض البرامج التي يسوق لها الآن، وخذها قاعدة، سواء كان برنامجاً أو كان شيئاً مكتوباً أو أي نوع يتعلق بهذا الأمر، وهو ما يقال: اكتب اسمك في هذا البرنامج، وضع سنك وعمرك، وبعدها سيظهر لك ما يكون لك في المستقبل القريب، سواء كان هذا البرنامج الذي يروج له الآن، أو ما يقال: اعرف برجك لتعرف ما يتحقق لك في هذا اليوم، أو ما يكون في المستقبل مما يتشكل لنا مع هذا الانفتاح العالمي المعلوماتي. فاعلم بأنها من الكهانة ومن العرافة، ومن وضع اسمه أو دخل في هذا البرنامج ليعرف حقيقة ما يؤول إليه أمره ومستقبله، أو دخل في هذه التي تسمى بالأبراج، فإنه في حكم من صدق الكهان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بهذا الفعل يصدق أنهم يدعون الغيب، وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والذي أنزل على محمد هو القرآن، ومن بين ما في هذا القرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لكن لو قال قائل: أنا لن أصدقهم، لكن من باب التجربة أنظر وأطلع ولن أصدقهم، فيصدق عليه. الحديث الآخر من أن صلاته لا تقبل 40 ليلة بمجرد ما يدخل، لأنه في حكم السؤال، إن صدقهم فقد كفر كفراً يخرجه عن ملة الإسلام، وإن دخل مجرد دخول فقط فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم: قال من أتى عرافاً فسأله، مجرد سؤال، من أتى عرافاً فسأله، وهذه تأخذ حكم السؤال، من أتى عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فالحذر، الحذر من الشرك ومن أهله ومن وسائله، وعلينا جميعاً أن نتعلم التوحيد وألا نقصر في ذلك.